لكن عند النادي الاهلي واقف عامل حائط صد، مش هنوافق لكم على اي حاجه. انا هنا بتكلم على الاهلي، ما بتكلمش على اشخاص، لانه عارف الاهلي لما هيعمل كده الكل هيمشي وراه. فانا رهاني على اعضاء الجمعيه العموميه المحترمه، ادوا درس للجميع. اتمنى 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 اللي هم يحضروا، وبراهن عليكم عشان خاطر ناديكم، عشان خاطر ما يبقاش في تدخلات جوه ناديكم. واللجنه الاولمبيه هنا اللي اعترض على الاهلي يومين، هقول لكم جمله من الكلام اللي انا وجهته من شويه للمهندس خالد عبد العزيز رئاسه الجمهوريه، لما كان الاجواء شديده الحراره اتعملت في انتخابات الرئاسه، عملوها على 3 ايام. انت متعنت ليه؟ انت مش هي دي الديمقراطيه اللي الناس تشارك؟ فانت معناها اللي انت بتعمله مش عايز الناس تشارك، مش عايز الناس تشارك، عايز تحط انت اللوائح، الناس تبقى واصي على الانديه. والاهلي مش موجود فيه الكلام ده، ومش هيبقى موجود، ومش هيبقى موجود صدقوني. كمان من ضمن الحاجات اللي عايز اقولها والغريبة جدا بالنسبة لي، والناس كلها اتكلمت فيها، بس هضطر اتكلم، مش عايزين عايزين الناس كلها يفقدوا وعيها، محدش يفهم حاجة، اللي احنا نقوله يمشي. انتهت الفكرة دي. بمعنى اكتر، اللي انت النهاردة بتقول لي لائحة استرشادية، والنادي الاهلي ده كبير قوي وعظيم قوي وكيان كبير بولاده وبرموزه، واللي خرج منه وزراء، واللي خرج منه مدربين محترمه في كل حته، واللي خرج منه لعيبه في كل مكان. مدرسه، مدرسه في علم الاداره. ما تسيبها تحط لائحتها. واقف ضدها ليه؟ ولما تكلم الكبير اللي هو الاهلي، النادي الاهلي، لازم تتكلم معاه. لازم تتكلم معاه. رئيس مجلس الشعب عشان عارف قيمه النادي الاهلي، الراجل هو بيتكلم وبعت للنادي الاهلي، قال جمله مهمه جدا. قال لك الاهلي الكبير سمعنا اللي هو ما تناقشش، فلازم يجي ويناقش. طلعت السيوف والسكاكين على رقاب الناس عشان راح تدور على حقوق اعضاء جمعيتها العموميه. من مين؟ من خفافيش الظلام اللي انا كنت بكلمكم في بدايه الحلقه. عارفين ليه انا بتكلم الكلام ده؟ عشان في يوم من الايام هتقولوا كان في مذيع ولاعب سابق او كابتن سابق بالنادي الاهلي قال لنا ان الكلام ده ما كانش بيحصل في النادي الاهلي على مدار تاريخه، وهيبقى العار، كل العار هيبقى العار، كل العار لفرض الوصايه على ناديك وعلى اعضاء جمعيتك العموميه، لانه ما حصلش قبل كده الكلام ده. فمن هنا اللجنه الاولمبيه او في اللائحه الالزاميه اللي هم عاملينها لنا بتلعب على الوقت والزمن، عايز وتجهد الشرطه معاك، وتجهد الشرطه معاك. هفضل اقول لك كده، دي الحقيقه، في مساحه صغيره وكل واحد. ده احنا لو بنتكلم جم 12500 وان شاء الله يبقوا 20000، لو 20000 جم بعربياتهم الدنيا وقفت. انت مش بنفكر ليه؟ يبقى انت مش عايز تمشي اللائحه، مش عايز نقاش، مش عايز اي حاجه خالص. حضرتك اللي معين، هرجع بقولها بصوت عالي، اللجنة الأولمبية حضرتك اللي معين. مجلس إدارة النادي الأهلي جاي باكتساح، وكلنا مرة تانية عارفين ليه اتقال عنه اللي هو معين، وربنا هيحاسبنا على اللي احنا بنقوله. ومرة تانية وتالتة ومليون، إعلام المصالح والدعاء الأهلوية، كفاية كدب على الناس. هو لما حد بيعمل تليفونات مفيش واحد بيعترض خالص؟ يعني سبحان الله، لما بفتح قضية، ده احنا يعني بلاش، احنا عشان محدش يقول احنا برضو بنغلط زي ناس كتير بتغلط، بس بنحاول نصحح. ما كأني بناقش قضية واجيب الأطراف اللي هي اللي انا بقى واخد خط اللي انا ساندها، وافتح لي التليفونات نسمع. كلها هجوم شرس، هو مفيش واحد بيعترض يا ناس؟ هو ده دور الإعلام؟ استقيموا يرحمكم الله.
وطلعوا السرطان اللي في جسمكم اللي عايش بقاله سنين طويلة، بيعميك عن الحق، بيعميك عن الحق. كفاية كرهكوا الأشخاص بيعميكوا عن الحقيقة وكلمة الحق. كفاية. طب ما أقولكوا، أديكوا ورقة كده، أنا هنا بخاطب اللي يقولك سوس ودود. يا راجل ده أنتوا السوس بعينه، مش عايز يتكلم ويفتح كلام أكتر من كده، ولكن بتتكلم على عودة الجماهير، تفتحوا الاستادات للجماهير. ما تتكلم، ما تتكلم على ازاي نعمل نقلص الجمعية العمومية بدل ما هي 400 واسم الاهلي الكبير العظيم بتحطه قصاد نادي اوضة وصالة وحطيت لي نخلة تحت، يعني في واحد في اندية صوتها زي الاهلي. ما تتكلم في ده، ما تتكلموا في ده، ما تتكلم في دوري المحترفين اللي هيخلي مصر دولة قوية في الرياضة، اللي الاهلي بيدور عليه بقاله 6 سنين وانتوا بتحاربوه كلكم. ما تتكلم في ده، مش دي قواضي نناقشها. يا راجل يا راجل، ده الواحد والله بيشوف العجب. لكن هنستمر بكل قوة بدعم الجماهير، لو هم 100 بيتفرجوا علينا وبيصدقونا، بكرة يبقوا 1000، بعده يبقى 200,000، بعده يبقى 1,000,000، لغاية لما تفهموا حقوق الاهلي مش بنسيبها وهنتكلم فيها كل يوم. وهنا بمنتهى الامانة، قناتي قناة نادية وقناة كل اهلاوي على وجه الارض، يا اعضاء الجمعية العمومية، اقفوا جنب ناديكوا، انتوا اللي خلوها لائحة استرشادية، انتوا اللي خلوا كل واحد لما يجي يخاطب النادي الاهلي يرجع يتكلمه ويرجع يستأذنه. يا اعضاء الجمعية العمومية يا محترمين، براهن عليكم اللي تروح 20 و25,000 انتفاضة في حب الأهلي العظيم، انتفاضة في قصة الحب والعشق للنادي الأهلي. روح قول للجميع أنا محدش هيتدخل في نادية، حاولوا يسربوا كلام في النص كده اللي بتتعمل عشان أفراد ما تدخلش وعشان أشخاص عظيمة ما تدخلش، حاولوا يعملوا كده ويضحكوا على الجميع، وده مش المقصود. ولو حصل الكلام ده احنا اول ناس هنقول لا ستوب، احنا ما اتفقناش على كده. ايوه طيب تمام. بيقولوا لي في ناس كتير بتتكلم على القناه، كلموا استاذ جمال العاصي فوق وكلموا ناس كتير اعضاء من الجمعيه العموميه عايزه تدخل تشارك بعد الكلام اللي احنا بنقوله. بس قبل ما ادخل للتليفونات عايز اقول جمله اخيره، مش النادي الاهلي اللي بيقبل فرض الوصاية عليه، ولا اي عضو داخل النادي الاهلي مع ضد مختلف في الرأي بيقبل الكلام ده، الكل بيبقى في ايد واحدة وقت الجد.